طب خليني بقى، يعني ما دام انت بتتكلم بيتك وان انت بدايتك، وكنت بتتكلم على كابتن بدر رجب وشكرته بشكل كبير، هو معانا على الهاتف بقى، عايزك تقول له الو. الو الو يا هشام، يا كابتن. ازيك يا هش؟ كابتني حبيبي يا كابتن، مثل الاول على كابتن محمد. كابتن بدر حبيبي يا جميل، وحشني والله، وكنت سعيد لما شفتك من يومين هنا في القناة والله. ربنا يخليك كابتن محمد. كابتن بدر، يعني هشام مش عايز اقول لك قال قصائد شعر في كابتن بدر رجب، وده حاجه قليله طبعا. احنا عارفين كابتن بدر، ودايما يعني ما فيش ناشئ او لاعب صغير جه ولعب فريق الاول او ما زال لسه في قطاع ناشئين الا ما بيتكلم على كابتن بدر رجب بشكل مميز جدا. هشام اتكلم على وجودك معاه واستقبالك ليه دايما، او كان استقبالك في قطاع البراعم كان مميز جدا، ويعني زي ما بيقول اثرت فيه بشكل كبير. هو معاك اهو على معاك على الشاشه اهو، اتكلموا بقى مع بعض زي ما انتوا عايزين. هو هشام بيجاملني يا كابتن محمد، ما انت عارف. لا لا يا كابتن خالص والله، لا الحقيقه لا اتكلم عليك بشكل كويس يا ده حراك اللي مربينا ومش هشام بس والله يا كابتن. انا بقول لحراك لو جبت مجموعه الناس اللي بتلعب في الدوري هتلاقي مجموعه كبيره جدا من اللعيبه، كابتن بدر الفضل الاول والاخير ليه. تسلم يا هشام يا حبيبي. هو بس اقول حاجه لهشام و للنادي الاهلي، ان هشام ده ابن البكر في النادي الاهلي حقيقي. وانا هشام بالنسبه لي بعيد عن الفنيات طبعا والحاجات اللي عنده الجميله المهاريه، هشام من اقدب الناس اللي مرنتهم في تاريخ حياتي. من اقدب الناس اللي مرنتهم في تاريخ جميل، حياتي، ولد خجول ومؤدب هو واضح عليه يا كابتن جدا جدا جدا. وبيحب النادي الاهلي اكتر من اي حد، لان هشام فعلا العيله باباه ومامته واخواته اهلاويه يعني بطريقه كابتن محمد لا تتخيلها. وبالتالي هشام ده يعني ما كانش فيه اي يعني اي شك ان هو هيرجع النادي الاهلي. انا متاكد 100% ان مهما عرض عليه، لو عرض عليه ريال مدريد والنادي الاهلي هيختار النادي الاهلي، لانه فعلا متربي في النادي الاهلي ومن الناس اللي كان لهم دور كبير جدا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. حتى لما طلع بهدوء جدا وادب نفسه. كنت كابتن بدر كنت انا سعيد بوجوده يعني. كابتن بدر كنت بتشوف ان هشام كانت فرصته في التوقيت او الجيل اللي هو طلع فيه ده كانت الى حد ما هي سبب ان هو ما يكملش في الفريق الاول، وان زي ما انت بتتكلم كده رجوعك ده كان وضع طبيعي لان هو لاعب مميز؟ طبعا. بص يا كابتن محمد، قصه ان اللعيب مشي عشان كان في مجموعه، الكلام ده انا مش مقتنع بيه خالص. خالص كل ده كلام، ده كلام فض مجالس وكلام للترويج كده لا يذكر. لان ما يبقى عندك لعيبه زي دي وبالامكانيات دي وتقول لي اصل المجموعه اللي كانت موجوده، طب ما انا احط ستوب تاني للمجموعه الموجوده. لما المجموعه ما بطلت دي بقينا تعبانين ورجعنا تاني ندور على اولادنا. لا القصه مش كده خالص، القصه لما يبقى عندك لعيب كويس لازم تحافظ عليه ولازم تبقى انت بتتابع خطواته وبتراقبه، ما يمشيش وبعدين نرجع ندوخ عشان نجيبه. طب المفاوضات اللي كان بيتكلم فيها هشام وحضرتك بتتكلم معاه، لو بقى الاغراء ولد غير هشام وبقى عنده ميول ماديه كان هيرجع النادي تاني؟ هيبقى عندنا مشكله كبيره يا جماعه. لا انا ضد ان 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 اصل كان في ابو تريكه، اصل كان في، طب وبعدين وبعد ابو تريكه هتبطل؟ مش لازم يبقى عندك قاعده تطلع ورا بعض يسلموا بعض ويسلموا الرايه. فهشام هشام اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي اللي حابب اقوله كابتن محمد. وده ومش هشام بس، كل زمايله اللي كانوا موجودين اضافه كبيره للنادي الاهلي، وهم مولود النادي وده بيتهم الطبيعي. يعني احنا ربناهم على ان ده بيتكم وان دي وان احنا عيله كلنا، وحتى لو بقيت بره العيله بتاعتك سهل جدا ترجع. صحيح. وبالتالي اي واحد بيمشي من الاولاد دول من النادي الاهلي عمره ما بيجرح ولا عمره بيتكلم ولا عمره بيقول ولا عمره بيهاجم، بالتالي الرجوع بقى سهل جدا للنادي الاهلي. الاداره بتتقبله، المدربين بتتقبلوه، زمايله بتتقبلوه، اللعيبه بتتقبله، بيبقى رجوعه سهل لان ما بيغلطش. وهم اتربوا على كده حب النادي الاهلي. وواضح الانتماء اللي موجود عند هشام كابتن، يعني اعتقد ان الانتماء موجود بشكل كبير. حاجه جميله يا كابتن محمد، حاجه جميله جميله. يعني انا مش يعني المدح فيه قدامه مازلنا، يعني ان هشام حاجه بالنسبه لي انا كمدرب ليه، انا ما مرنتش حد كده. انا ما مرنتش حد كده. هشام ده كابتن محمد عمري في حياتي ما زعقت له غير مره واحده في قطر. فاكر هشام؟ فاكر يا كابتن. بتعرف ليه تسال ليه؟ لان احنا في لعيبه كده كانت بالنظره، هشام ده بالنظره يفهم من غير ما اتكلم، هو عارف انا عايز ايه. ان شاء الله يبقى اضافه كبيره. طيب كابتن، يعني من خلال انت دربت هشام، يعني ال 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 الاستفاده الفنيه للفريق الاول من هشام هتكون عامله ازاي؟ بص يا كابتن محمد، انت جايب لعيب عنده فكر.
اقول لك على حاجه عشان يعني الناس تعرف انت جايب هشام، انت جايب حسام غالي تاني. بجد بص يمكن حقيقي ما هو الناس بتشبهوه بشكل كبير بحسام. ما انا بقول لك انا الكلام ده من زمان قوي، من ساعه ما جالي كنت بقول كده في النادي الاهلي، بقول لهم ان في حسام غالي عندنا طالع تاني ان شاء الله بامر الله هتشوف حسام غالي تاني، وده يحقق هشام، لان هشام عنده فكره يا كابتن محمد، واذا اجتمع الفكر والمهاره انت بقيت لعيب اضافه كبيره قوي في الملعب. لان مفيش مدرب يا كابتن محمد بيقول كل حاجه، صحيح ساعات اللعيب بيحل لك اللغز، وساعات اللعيب هو الكرات الفرديه بتفرق، والقدرات الخاصه لدى اللاعب بتفرق، والتفكير العالي التفكير التكتيكي لو على مستوى عالي بيفرق، امتى باصي امتى عدي امتى شوط امتى كمل امتى ما كملش، امتى موت اللعب امتى اسرع اللعب اتحكم في ريتم المباراه، كل ده حاجات فنيه هشام بيمتلكها. واحنا شفناها، احنا ما بنتكلمش كده، احنا شفناها على الحقيقه. صحيح يعني الكلام ده عمله في المقصه. لا كابتن 29 مباراه مع المقصه اعتقد ان عدد كبير من المباريات، احنا بنتكلم في بقى عدد المباريات الراجل كان بيتجوز، فبالتالي اعتماد كامل من كابتن ايهاب جلال على هشام، فده دليل ان لعيب مميز ممكن جدا. ممكن يا كابتن محمد تلعب عدد ماتشات لكن مش مؤثر في صحيح الفرقة. صحيح لكن لما انت تبقى متحكم في اداء الفرقه، ما هو الريتم ده يا كابتن محمد في لعيبه معينه بتحدده، زي عندنا حسام غالي مظبوط بتحكم في ريتم المباراه امتى يسرع وامتى، اما يبقى عندك هشام يعني تكمله ان شاء الله ربنا يطول في عمر الكابتن حسام غالي الهرم الجميل في النادي الاهلي، ويبقى يعني موجود 5 سنين كمان ويبقى معاه هشام، فبالتالي نص الملعب النادي الاهلي ان شاء الله هيبقى هو الاضافه الكبيره في انتصارات النادي الاهلي القادمه ان شاء الله. تقول ايه بس اخيرا كابتن لهشام بقى في المرحله اللي جايه؟ اقول لهشام ان شاء الله ربنا يوفقك يا حبيبي وركز وتمرين، انا عارف انت جد جدا في تمرينك، ولد ملتزم ترتفعش لاي حد هيهاجمك حتى هجوم الفتره الجايه من ناس ثانيه، لازم تركز في الملعب ولازم تقول انا اهو كانك لسه بتبتدي، كانك معانا في قطاع الناشئين ومدرسه الكوره، كانك لسه يا هشام بتحط رجليك اول مره عشان تقول انا اهو. كابتن بدر انا بشكرك شكرا جزيلا. كابتن بدر رجب طبعا نجم النادي الاهلي السابق، طبعا كل التوفيق ليك في مكانك في الامارات، وهنا طبعا زي ما بنقول مفيش حد زي ما بقول كده جه هنا وقعد واتكلم على بدر كابتن بدر رجب غير ان هو مكتشف المواهب. هو زعلك ليه في قطر صحيح؟ كابتن بدر اصلا ما زعلش حد، هو ما يزعليش. يعني هو زي ما كان كابتن بيقول بالنظره بفهم هو عايز ايه. كنا لعبنا منتخب قطر ماتشين، فالماتش الاولاني فوزنا 2-0 وانا جبت الجونين، الماتش الثاني وعملنا ماتش كويس قوي، الماتش الثاني الفرقه بتاعتنا مريحين خالص خالص، فراح بص لي كده وكنا مغلوبين 1-0، طلعنا ما بين شوطين مسكني بهدلني قال لي انا هزعل مين؟ انت كنت كابتن فرقه. انا كابتن فرقه هزعلك انت، الماتش ده ما كسبناش كان يعني ما فيش خساره، يعني احنا ناشئين ما فيش خساره خالص، تمام الخساره دي مش موجوده. صحيح وفعلا ربنا كرمنا الشوط الثاني وكسبنا 2-1 ودي بقى المرة وحيانا بقى بعديها بصراحة. لا هو بيحبك وواضح هو غرس فينا بحتة كمان يعني الروح والإنكار الذات دوت وحب النادي، وإن أنت ما تلتزمش، دي كابتن بدر بصراحة فضل ليه بصراحة. حقيقي هو شخصية جميلة كمان كابتن بدر وجميل مبتسم.